So I mean style and in the composition. يعني سررنا كثيرا المعرض الفوتوغرافي في كلية الحطاء مشهورة مع الجانب البرازيلي، يعني اطلعنا على لوحات جسدت واقع الموسم الماضي والحاضر بشكل رائع جدا وبشكل راقي، وايضا اطلعنا على صور من البرازيل، ايضا مصورين البرازيل شاركوا مصورين، يعني كانت توأمة جميلة جدا. الشغل يعني مقارنة متقاربة بين واقعنا وواقع البرازيل من حيث البيئة، من حيث الأماكن. يعني حقيقة يعني أثر من الجهد أولا لتعميد الكلية والأساتذة وكل اللي ساهموا أثناء الطلبة في إقامة هذا المعرض، وأيضا أشكر الجانب البرازيلي اللي حضر إلى مدينة الموسم ممثل لنائب السفير. تشرفنا اليوم بحضور افتتاح معرض كبير برازيلي عراقي مشترك في كلية الأحباء الجامعة، وكانت هناك لوحات معبرة جدا تشمل البلدين. نبارك هذا الجهد الكبير لإخوتنا ممن قاموا هذا المعرض، منهم قام من قامات السيد محمد الجريبي الذي اليوم وجدنا لوحاته للانتشار الدولي ونشارك في مؤخرة زينون. نبارك لهذه الكلية في أحباء الجامعة التي أعتز بها لأني أحد طلبتها الذي تخرج من هذه الكلية مدعوة، على أن تجمع دائما كل ما هو موجود ويثبت حضارة هذه المدينة وعراقتها وثقافتها وأخلاقها وكل ما تخص هذه المدينة. So my name is Rafael. I work at the Brazilian Embassy in Baghdad. I'm a counselor there. I'm here representing the Brazilian Embassy, Miguel Magalhães. I'm conveying his message of peace and hope to all the Iraqis after all the stress and pain you endured for 3 years here in Moscow. And I'm really glad to see that a photo exhibition is a fresh start for us, because I believe that culture is the best way to build this strong relation between two countries. أني اسمي اسمه رافائيل، أمثل برازيل في بغداد، وأنا هنا شايف رسالة حب وايد رسالة عن شايف بطريقة الفن والصور اللي موجودة حسب معنا. إحنا اشتغلنا في المتابع الموصل سنة سنتين متابع الموصل، وهذه رسالة حب وثقافة. إحنا نؤمن بالثقافة رسالة كويس قوية حتى تترابط بين شعب وشعب شعب ثاني. نحن اليوم تشرفنا بزيارة أيضا القائم بسعادة السفير البرازيلي الذي شرفنا بزيارة.